مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، فتحيه عطره الى جميع مشاهدينا اينما كانوا داخل وخارج ارض الوطن في هذا الجو الصباحي المتميز اليوم الاربعاء. فبعد الاعتداء الشنيع واستفزاز صحفي قناه شوف تي في، فالاعتداءات متواصله على جماهير فريق الوداد الرياضي المغربي من طرف الجماهير التونسية أمام عناصر الأمن التونسي والسلطات التونسية. فكل هذا من أجل يعني إضعاف وإرباك البعثة ديال فريق الوداد الرياضي المغربي اللي غيواجه اليوم فريق الترجي التونسي بداية من الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم بالملعب الأولمبي العقربي الحمادي العقربي في بداية من الساعة الرابعة مساء. فريق الوداد الرياضي المغربي فأبان بأنه واحد من أقوى الفرق الإفريقية خلال السنوات الأخيرة. الوداد الرياضي فهو ممثل كرة القدم المغربية هذا اليوم بكأس السوبر الإفريقي، هذه المقابلة يعني إياب نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي. لماذا تم الاعتداء على صحفي قناة شوف تي في؟ لأن قناة شوف تي في أصبحت دائعة الصيت على المستوى الإفريقي والعالمي. قناة شوف تي في وصحفيها كيعملوا على يعني تمشيط كل صغيرة وكبيرة بتونس، وبالتالي فالقناة تشكل يعني إرباك وإحراج للجماهير التونسية وأيضا للجامعة التونسية وكل مكونات كرة القدم التونسية، لأن العمل الاحترافي الكبير اللي كتقوم به قناة شوف تي في في مختلف التظاهرات الرياضية وفي مختلف المقابلات أصبح يضرب له ألف حساب سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو الدولي، لأن قناة شوف تي في أصبحت من القنوات الكبيرة متميزة على جميع المستويات وحتى التغطية ديالها وأيضا تحليل الأشياء وتسمية الأشياء بمسمياتها. هذا كيخلق شيئا ما نوع من الالتباك لدى الجمهور التونسي ولدى مكونات كرة القدم التونسية، وهذا هو الشيء اللي خلاهم يختاروا بعناية وبدقة الاعتداء على صحفي قناة شوف تي في، القناة المتميزة، القناة الرائدة على الصعيد العالمي والإفريقي والعربي. فالاعتداءات يعني ظلت متواصلة مساء أمس وليلة أمس على الجماهير المغربية، الجماهير فريق الوداد الرياضي اللي اليوم أكيد أنها غتساند الفريق ديالها خلال إياب نصف نهائي كأس السوبر اللي غيجرى بالملعب الأولمبي حمادي العقربي. وكنعرفوا المواجهات اللي كتجمع بين فريق الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي دائما كتكون قوية، دائما كتكون صعبة بالنسبة للطرفين، وخاصة الترجي التونسي اللي أصبح يعني دائما كيتخوف من فريق الوداد الرياضي المغربي. الوداد الرياضي المغربي اللي أبان عن مستوى كبير خلال السنوات الأخيرة وتسبب في إحراج الأندية الكبيرة على المستوى الإفريقي وخاصة الأهلي والزمالك والترجي التونسي مازيمبي وغيرهم من الأندية الإفريقية. فكما قلنا قناتنا قناة شوف تي في والبعثة ديال قناة شوف تي في الحاضرة بتونس فهي عملت على تمشيط كل صغيرة وكبيرة، عملت على تغطية كل شيء بدقة متناهية، خاصة سواء بالملعب ديال التدريب لما كان فريق الوداد الرياضي المغربي كيجري التدريب ديالو، أو داخل يعني المدينة بالشوارع، يعني كانت تفاصيل دقيقة ودقيقة جدا، وهذا هو الشيء اللي ربك السلطات التونسية والجماهير التونسية، لأن هذه هي قناة شوف تي في، هذه هي القناة اللي تعود عليها جميع المغاربة النقل المباشر وبدقة متناهية وبتحليل سواء بموقع الحدث أو باستوديوهاتنا المركزية مع محللين مع لاعبين دوليين متميزين، يعني تحليل دقيق ودقيق جدا على جميع المستويات سواء
بعين المكان أو باستديوهاتنا المركزية كما قلنا بمدينة الدار البيضاء. وهذا هو الشيء اللي خلى لا الجماهير التونسية أو السلطات التونسية فهي متخوفة كثير من قناة شوف تي في ومن حضور قناة شوف تي في. فمنذ وصول قناة شوف تي في إلى المطار بتونس والكل متخوف هناك من قناة شوف تي في، والكل كيعرف يعني الدقة المتناهية في تغطية أحداث بالنسبة لقناة شوف تي في. وهذا هو الشيء اللي خلى جميع الدول خاصة من اللي كتحضر قناة شوف تي في فالكل يرتبك الكل يرتعش، لأن قناة كبيرة قناة قوية بإعلاميها بمديرها بمحللها. وهذا هو الشيء اللي خلى يعني لا الجمهور التونسي ولا فريق الترجي التونسي ولا السلطات بتونس متخوفين كثير، وخاصة وأنها كتعمل على تمشيط كل الأحداث بالملاعب وبالشوارع بتونس. وهذا هو الشيء اللي خلاهم تخوفوا كثير وعملوا على الاعتداء على صحفي قناة شوف تي في اللي كانوا كيقوموا بالعمل ديالهم أحسن القيام ومازال غادي يقوموا. هذا الشيء ما كيخلعش يعني الصحفيين ديال شوف تي في ومسؤولي قناة شوف تي في، فدائما حاضرين في قلب الأحداث. فقناة شوف تي في حضرات في يعني الحروب وشناها كيفاش حضرت يعني من اللي كانوا الطلبة ديالنا محاصرين بأوكرانيا وبتركيا وغيرها من مواقع الزلازل والحروب، فبالأحرى مقابلة في كرة القدم. فهذا شيء سهل بالنسبة لقناة شوف تي في، سهل تغطية حدث رياضي. فغطات قناة شوف تي في أحداث كبرى، أحداث أكبر بكثير من هذه المقابلة اللي غادي تجمع فريق الترجي التونسي وفريق الوداد الرياضي المغربي. فكل متمنياتنا بالتوفيق لفريق الوداد الرياضي المغربي اللي غادي يواجه مساء هذا اليوم بالملعب الأولمبي حمادي العقربي بتونس. فريق الوداد الرياضي عنده يعني تفوق هنا بالمملكة المغربية وبالضبط بمركب محمد الخامس بهدف 1-0، وبالتالي فريق الترجي التونسي إن أراد التأهل فخاص ينتصر بجوج أهداف لصفر، وهذا صعيب وصعيب جدا أمام فريق قوي فريق متمرس كفريق الوداد المغربي. الوداد الرياضي المغربي اللي كنعرفوه بأنه كبير دائما ماشي غير في المقابلات الكبرى، فريق الوداد البيضاوي دائما حاضر وبقوة، وبالتالي فالمقابلة غتكون صعيبة على الفريق التونسي. الفريق التونسي الجماهير ديالو واللي كما لاحظتوا يوم أمس الاعتداءات الشنيعة اللي بدوها وبدوها بداية بالقناة الاحترافية القناة المتمكنة القناة المتميزة قناة شوف تي في، خاصة وأن التغطية اللي قاموا بها زملائنا هناك بتونس فهي أحرجت السلطات التونسية وأحرجت فريق الترجي التونسي، لأن كانت التغطية شاملة كاملة من الفندق إلى الملعب إلى الشوارع ديال المدينة، وبالتالي فالإحراج اللي تسبب لهم واللي سبات لهم فيه قناة شوف تي في هو اللي خلى فريق الترجي والجمهور ديال فريق الترجي يعامل زملائنا بقناة شوف تي في مثل هذا المعاملة. وحنا كنعرفوا يعني زملائنا فما هما ما ماشينش إلى تونس من أجل النزهة، ما ماشينش لتونس من أجل السياحة، ماشين من أجل تغطية هذا الحدث، من أجل تغطية هذه المقابلة اللي كتعتبر قمة يعني هذه المقابلات الإفريقية وخاصة المقابلات النصف. كنعرفوا بأن فريق الأهلي غيواجه فريق موندونز ديال جنوب إفريقيا في بداية من الساعة 7، ولكن مقابلة الوداد والترجي هي نهاية قبل الأوان. وكما قلنا فالمسح اللي قاموا به زملائنا واللي قامت به قناة شوف تي في هو اللي أربك وأحرج الجماهير التونسية والسلطات التونسية، لأن هكذا قناة شوف تي في أينما حلت وارتحلت تزرع الرعب، لأنها قناة صادقة قناة متميزة قناة احترافية تنقل الوقائع كما هي. وبالتالي فكما لاحظتوا معنا مشاهدينا فكانت تغطية متميزة لقناتنا بداية من الحصة الأولى ديال إزالة العياء ديال فريق الوداد الرياضي المغربي، أيضا مرافقة الفريق في الشوارع وشنا النقل المباشر
الحافلة وهي كترجع من ملعب التدريب إلى الفندق، وهذا هو الشيء اللي حرج التوانسة واللي حرج الجماهير وحرج أيضا كل من حاول أن يضغط وأن يربك بعثة الوداد، لأن قناة شوف تي في وكاميرا وعدسة قناة شوف تي في كانت حاضرة ونقلت يعني من الفندق إلى الملعب ومن الملعب إلى الفندق، وهذا هو الشيء اللي خلاهم يعني كيتركوا. وحتى إذا كانوا غادي يقوموا بشي استفزازات أو شيء من هذا القبيل أو اعتراض سبيل حافلة فريق الوداد الرياضي المغربي، فكان نقل مباشر على قناتنا قناة شوف تي في، وهذا هو الشيء اللي خلى يعني هاد الجماهير كيبحثوا على صحفي قناة شوف تي في للاعتداء عليهم واستفزازهم. ولكن هذا ما غاديش ينال من زملائنا بقناة شوف تي في اللي حاضرين بتونس، وأيضا من قناتنا في مواصلة العمل وعمل بدقة متناهية وتسمية الأمور بمسمياتها وتحليل كل صغيرة وكبيرة. وهكذا غيكون الجمهور المغربي الحاضر هنا بالمغرب واللي ما تمكنش باش ينتقل إلى تونس، فهو غيتابع عن كتب وعن قرب كل ما يجري هناك بتونس وكل ما يتعرض له ما تعرض له جمهور فريق الوداد البيضاوي. تمشتنا يعني 3 ساعات متأخرة من الليل وعدسة قناة شوف تي في وزملائنا، فهما بتونس عين لا تنام، يعني قاموا بعمل كبير وكبير جدا، ومازال اليوم غيكون عمل أكبر وغتكون تغطية واسعة سواء يعني بالملعب أو بالشوارع أو بجنبات الفندق، هناك مسح. وهذه هي قناة شوف تي في، هكذا تعودوا عليها المغاربة، قناة الشعب، قناة اللي حاضرة مع جميع الأندية المغربية والمنتخبات الوطنية، فدائما غتلقاو قناة الشعب في جنكم ماشي غير داخل المغرب، بمختلف دول المعمور، يعني حشنا حتى أبناء هذا الوطن أبناء هذا الشعب يعني جمهور فريق الوداد البيضاوي من اللي تعرضوا للاعتداء، فلقاو العدسة، لقاو الكاميرا ديال قناة شوف تي في بجانبهم ونقلت الاعتداء على المباشر، وشتو تابعتوا معنا الاستفزاز والاعتداء اللي تعرضوا له الجماهير المغربية هناك بتونس، فكان نقل مباشر وتحية عاطرة نبعثها إلى زملائنا بقناة شوف تي في. فهذا الشيء ما غيزيدهم إلا إصرار على مواصلة العمل، مواصلة التحدي ونقل كل صغيرة والكبيرة وكل الاعتداءات وكل المضايقات اللي كيتعرض لها فريقنا الكبير فريق الوداد الرياضي المغربي، وأيضا الجمهور اللي مشى لمساندة فريق الوداد الرياضي المغربي. فهناك غادي تلقاو قناة شوف تي في وعدسة قناة شوف تي في لتغطية أهم الأحداث، لتغطية ونقل على المباشر المضايقات اللي كيتعرضوا لها أبناء هذا الوطن بتونس أمام أعين الأمن التونسي والسلطات التونسية. فمتمنياتنا لفريقنا فريق الوداد الرياضي واللي عودنا دائما أنه كيكون كبير دائما على المستوى القاري ودائما يعني كيعود بنتائج إيجابية، وهذا ماشي جديد على فريق الوداد الرياضي المغربي اللي إن شاء الله اليوم غادي يحقق التعادل يحقق الفوز والتأهل من تونس من ملعب حمادي العقربي. وهذه المقابلة غتكون صعيبة واللي غتنطلق في حدود الساعة 4 من مساء هذا اليوم، وغتكون دائما قناتنا قناة شوف تي في حاضرة بعين المكان، سواء يعني غادي ترافق فريق الوداد من الفندق إلى الملعب، وغادي ترافق حتى الجماهير المغربية اللي غتكون حاضرة إلى هناك بكثرة، ونقل كل ما يجري وما يدور هناك بتونس، لأن هذه هي قناتكم قناة الشعب قناة شوف تي في اللي دائما قريبة منكم دائما في جنبكم ودائما يعني غتكون في قلب الأحداث في قلب الحدث، وغتنقل كل صغيرة وكبيرة وحتى المضايقات والسجلات اللي تعرضوا لها يعني الجماهير أو فريق الوداد، فهي غتعمل على النقل ديالها على المباشر، وهكذا غتقربكم مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تي في على المباشر هذا اليوم من مدينة من تونس وبالضبط من ملعب حمادي العقربي. فقناة شوف تي في كما قلنا حاضرة
وبتميز وبانفراد كبير هناك بتونس، وغتبقى دائما حاضرة. وهاد المضايقات والاعتداءات لصحفيين فهي ما غتنال منهم أي شيء، بل غتزيدهم إصرار وغادين يعملوا على تغطية كل شيء هذا اليوم، بداية من هاد اللحظات وأثناء المقابلة وقبل المقابلة وبعد المقابلة. فكونوا في الموعد، لا تبتعدوا عن قناة شوف تيفي، تابعوا قناة شوف تيفي فهي غتكون معكم طيلة هذا النهار، خاصة وأن المقابلة غتكون هامة، مقابلة مهمة، مقابلة اللي غادي تجمع بين فريق الوداد الرياضي المغربي وفريق الترجي التونسي. فكنحييو كل المشاهدين وكل المتتبعين اللي كيتابعونا في هذه اللحظات، وحنا كنقدموا لهم على المباشر وكنتكلموا على ما جرى يوم امس بتونس، خاصة الاعتداء اللي تعرضوا لصحفي قناة شوف تيفي، وايضا الجماهير المغربية امام اعين عناصر الامن التونسي وامام السلطات التونسية، فاللي لعبت دور المتفرج خلال هذه الاحداث الشنيعة اللي عاشوها يعني وعاشتها الجماهير المغربية هناك بتونس، وعاشوها ايضا زملائنا الاعلاميين ممثلي او بعثة قناة شوف تيفي اللي كانت حاضرة بتونس يوم امس. فمشاهدينا كما قلنا لكم ما تبتعدوش، بقوا معنا على قناتكم قناة شوف تيفي اللي غادي تبقى معكم طيلة النهار على هاد المقابلة، المقابلة اللي غتجمع كما قلنا بداية من الساعة 4 فريق الترجي الرياضي التونسي وفريق الوداد الرياضي المغربي، فريق الممثل كرة القدم المغربية الوداد الرياضي المغربي. والنقل سيتواصل، النقل المباشر والبث المباشر على قناتكم من تونس زملائنا، فما غاديش يبخلوا لكم بكل صغيرة وكبيرة، وحتى المضايقات اللي غيتعرض لها سواء الجمهور المغربي أبناء هذا الوطن اللي حاضرين تما، فقناة الشعب غتكون دائما بجانبهم حاضرة لنقل كل الأحداث، لنقل المضايقات اللي كيتعرضوا لها منذ مساء أمس، فدائما غتلقاو قناة الشعب بجنبكم كما عودتكم دائما، فهي دائما بجنبكم وقريبة لكم مشاهدينا الكرام. فما بقى لنا إلا ننهيو هذا المباشر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في مباشر آخر. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء، ومتمنياتنا بالتوفيق لجماهير ولفريق الوداد البيضاوي من أجل العودة بالتأهل إن شاء الله إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي. إلى اللقاء مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تيفي.